أما بعد فلا معاشر أحباب رسول الله، انطلقت يوم الأحد الماضي أشرار المؤتمر الدولي 15 حول مرض العصر السيدة في بنكوك في تايلاند، بحضور أكثر من 17,000 قدمت من العالم أجمع. عقد المؤتمر تحت شعار تمهيد العلاج، ويستمر 6 أيام، واليوم هو يوم الختام للمؤتمر، يصادف يوم الجمعة. والمعلوم لا عباد الله أن هذا المرض المسمى بالإيدز أو السيدة أو داء فقدان المناعة المكتسبة طفر على السطح وظهر لأول مرة عام 81 900 أي من الأمراض العصرية الحديثة الجديدة التي لم يألفها العالم في السابق. ومنذ ذلك الحين أفادت تقارير المنظمات وخاصة منظمة الصحة الدولية إحصاءات تشير إلى عدد من حصلهم المرض منذ سنة 1981، فقد حصل المرض أكثر من 20 مليون شخص حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، ويبلغ حاليا عدد المصابين في العالم 40 مليون مصاب، 37 مليون منهم من البالغين أي بين 15 عاما و40 عاما، ومليونين ونصف من الأطفال أي أقل من 15 عاما. ونالت قارتنا السمراء أفريقيا الفتيوة حصة الأسد من هذه الإصابات. والمؤرق لمتتبعي هذا الشتم هو اعتراف العالم المتقدم لحد الآن بأنه عاجز عن إيجاد الدواء الناجع للمرض، والعجز التام من قبل أبناء العالم أما خدم التكنولوجيا والعلم والصحة عن إيجاد دواء فعال يقضي على الإصابة، أو على الأقل إيجاد تلقيح يقي ويحمي الناس من الإصابة القلبية. فالمصاب به يفقد كل أمل في إيجاد الدواء، بل يعتبر التعاطي للأدوية النادرة والتي يقتصر ضوها في التخفيف من آلام المرض نادرة وطاهرة الثمن، ليست في متناول الأغنياء، فكيف يحصل عليها طبعا. وهنالك روبي صهيوني عالمي يسيطر على الأدوية من أجل أن ينتشر هذا المرض أكثر، ولأجل استعمال هذا الدواء كسلاح لتدمير البشرية، سلاح تدمر به البشرية. اسمع العالم المتقدم حتى يضربون وخاصة أمريكا تضرب قيودا عظيمة على ترويج هذا الدواء وإعطاء الوصفة الدقيقة للمؤتمرات ليصنع في العالم. لا تستخدم به هند لتدل عليه الأباحية ولتعطي من تشاء وتمنعه عمن تشاء، وهكذا هي الحياة. مرحبا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مما تضاعف من معاناة الأغلبية الساحقة الفقيرة من المرضى والمصابين. والمغرب ليس بدعا عن الدول ولا استثناء، ولا هو في منأى من العدوى الكبيرة، فلقد قدر برنامج الأمم المتحدة لجنيف بناء على البرنامج الوطني لمحاربة داء السيدة بالمغرب إلى تقدير عدد حامل الفيروس بخمسة عشر حال 15,000
من الظروف والذي لا تحملون اليوسف 15,000 مريض يوسف. ألا صحيح؟ ألا صحيح؟ الإحصائيات هذه المنظمات المعتدلة والتي لا تصل إلى الحالات التي وصلت لها. أما عند المصابين حقيقة فعلمها عند الله. وخاصة أخبركم أن كثيرا من الأفارقة الذين يتضعون هذه الحدود في اتجاه الغرب مصابون بالسيدة، وكثير من المغرب اعتدوا عليهم جنسيا في هذه المنطقة فأصيبوا في مدينة وجدة السيدة. هنا أصيب العديد من أبناء المنطقة الشرقية لما اعتدوا على الفقراء جنسيا. المراكز التي تفتح عندك البديل جعل لي رفيرة والمعنى الجيرة تحتاج إلى أن يكون نفسه مغرب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والملزم للنظر يا عباد الله أن أصوات الجمعيات العاملة في الميدان مرتفعة جدا، تسمعها شرائح واسعة من المواطنين عبر أنشطتها الإعلامية والتحسيسية المتنوعة، وعبر نشراتها التي توزعها في أماكن مختلفة خاصة بالمؤسسات التعليمية، ولذلك التعليمية توزع كتبات ونشرات، وكذلك برامجها التوعوية التي تعقدها بين الزينة والأخرى عبر الإعلام الرسمي، وكلما سنح هذا الإعلام وفتح الباب لمثل هذه الجمعيات لكي تتحدث عن المرض. تتضمن هذه البرامج التنبيه الى خطوره الاصابه بمرض الايدز، وتحذر الشباب من مغفله الغفله عن اخذ الاحتياطات اللازمه للوقايه من الشفاح المرض الزعنف، وغالبا ما يتنادى خطاب الجمعيات المغربية لمكافحة داء السيدة في مدن المغرب كلها يتنامر خطابها مع خطاب الغرب المهديني الذي يحصل برامج التوعية فقط في وجوب أخذ الحذر بواسطة الشباب من الطعام الجنسي وإغفال أخذ الاحتياط، أي أنها لا تحذر الناس من العلاقات الجنسية، ولكن كل جهودها التوعوية والتخصيصية منصبة على تحذير الشباب عند ممارسة الجنس أن تصطحب معها العوازل الطبية. شفتوا الجمهورية العامة الجمعية لن المسلمين إخوان ومكاشف النجاة، ليست هنالك جمعيات إسلامية تنطلق إلى المرجعية الإسلامية لمحاربة داء السيدة. كل الدكاترة والأطباء وعلماء النفس المتواجدين في هذه الجمعيات كلهم يصدرون عن مرجعية غير إسلامية، لا لكية لا دينية، يطلقون علينا خطاب الغرب الذي لا يؤمن بالحلال والحرام في العلاقات الجنسية. لذلك يتم تشجير الشباب من الجنسين الى اللجوء عند ممارسة الجنس الحرام الى استعمال العوازل الطبية، مطالبة المسؤولين بتوفير هذه المادة بشكل واسع لكي تشمل القرى والتوامل. اسمعوا المغرب بدلا بان نطالب برفع الحصار على المباني بشكل الطرق ومدها بالماء وبناء المستشفيات والمستوصفات، نطالب الحكومة بتوفير العوازل الطبية لأهل القرية وسط السكالية سلحفاة. فالشيخ خمسة يسحب تسحب أنه من الجزم مع الشيخ تعرفوا تزدين نفسي ولا كنت مصروع ما يشتري يشتري مع الدين، بس قلت أنا سحب لك محافظ من الدين. فبدل أن تطالب المسؤولين برفع الحصار عنهم وفك العزلة عنهم بفتح الطرق والأوراش لتحفظ عليهم دينهم وأنفسهم، نطالب المسؤولين بمد
واش في النوبه ولا من احسن كيقولوا العواصف الطبيه غير يعني يقول تقريب العواصف الطبيه للمواطن. شوف السياسه، سياسه تقريب العواصف الطبيه للمواطن. بدل كيقولوا شرقا شنو كرو؟ كرو 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 على تقريب هذا هو العظيم كرو. خصها غادي يكون عندنا حتى التليفوتيكات وزع العواصف تمشي في خصم في البلدية تطرق تشير على سنتين واسم الدين به رفع الرسالة واضحة والمضمون واضح. هذا هو علي الجمعية ابن قضية السيدة وأكثر ما رأيت من توجيه هذه الجمعيات المنحرفة ذات مرة في برنامج على قناة اليوتيوب أن منشطة البرنامج أخرجت عند نهاية البرنامج من جيبها في سروال ضيق، أخرجت عازلا طبي على مسمع وغرق الجمهور المغربي والمتفرجين عبر أسرهم، فقالت للشباب الذي يحيط بها: لا تنسوا معاشر الشباب أن تصحبوا معكم هذا فإنه يقيكم عند وقد يقيكم من انتقال مرض الجنس عبر بطاقة الجنس. هذه قناة موجودة في الدولة الإسلامية وكانت موضوع مسلم. دير الإشهار المجاني للعازل الطبي. الناس محتاجات لنا ديال خاصة بروبات الآلاف تاعها. وهما يديروا الإشهار للعازل الطبي باش يعطيو الإطباق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله، إن هذه الجمعيات والقائمين عليها يحصلون سبب انتشار المرض في غفلة الشباب أثناء ممارسة الدعارة والزنا المحرمة عن استعمال وسائل الوقاية للحدوثة عند ممارسة الجنس الآثم الحرام دون انتقال المرض الخبيث، فهم يهتفون إلى معالجة الآثار وعدم التنبه إلى أصل المرض وأصل المشكلة. ودائما نحن حينما نريد علاج المشكلة لا نتدفق إلى بحث عن جذورها لاجتثاثها من جذورها، لكن نقر بها ونقبلها ونتصفح معها، ثم إذا أردنا أن نعالج معالج الآثار فقط. مشكلتنا هي عدم النظر إلى جذور المرض. منين جاء المرض؟ لا المرض في جمع شفوش سنين في مرض، ولكن فقط عندما تزني ايها الشاب وايتها الشابه فالشابه لا ينبغي ان تقبل من الزاني ان يزني بها بدون عازل. اذا ما جاش مع اخوات يكون عندها لذلك يشجعوا بعض الناس ما يكون عندها. ولذلك المحاضرات تاع كلامي تلميذات تاعنا كثير من تلميذاتنا في هذا العصر عصر الحداثه اذا فتحت المحفظه وجدت العازل الطبي وهي لا تستعمل، ولكن يستعملها من يعازلها. هذه حالتنا، حالة الأمة. لا إله إلا الله. فما يريدون بصراحة الحديث على السبب وراء ظهور هذه اللعنة، والسبب كما هو معروف واضح وأنتم تعرفون وكل العالم يعرف، هي العلاقات الجنسية المباشرة خارج نطاق الزواج أي الزنا. والشذوذ الجنسي والمخدرات ثلاثة شعارات العالم كله يقرر بأن 86% ممن أصيبوا بلوثة هذا الداء جاءهم نتيجة إما الزنا أو الشذوذ أو استعمال الإبر في المخدرات من طرف أشخاص مصابين بالكفر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما يريدون الحديث عن أصل المرض، لأن الحداثة التي يؤمنون بها تقتضي مما تقتضي حرية المرأة في ملكية جسدها تفعل به ما تشاء، فإذا قلت لها إن الزنا حرام وعقد علاقات جنسية مع آخرين حرام فهذا ينافي الحداثة وينافي حرية المرأة التي يطالب بها رب العالمين.
الله ما تجمع شهر الثاني وحرية الرجل أيضا في جسده يفعل به ما يشاء فالزنا واللواط والسحاح والتعاطي للمخدرات هي حقوق تدخل ضمن أمور حقوق حفاظ حقوق الإنسان بل تتعالى أصوات بعض الحداء أصوات تتعالى أصوات بعض الحداثيين لضرورة تقليل الدعارة في البلاد باعتبار الدعارة نشاط اقتصادي يجب أن يدل على خزانة الدولة بعض الموارد المالية التي تحتاج إليها. اسمع! ورعيتك على قلبك حتى لا يقفز من قفص صدرك إلى عرضك. في المغرب جمعيات تطالب بتقليل الدعارة وتنظيمها. من احتياجات جمعيات ومنظمات واحزاب لكي تخضع للضريبه فهو نشاط اقتصادي والسلعه فيه هي الاعراض عياذا بالله السلعه تحولت الاضلاع الى سلعه الاضلاع تحولت الى سلعه في عالم العولمه عولمه كل شيء تشييع كل شيء مخصوصه تصنع ثلاثه ايمان تشريع القيم كل القيم تحولت الى اشياء تباع وتشترى فالفرج يباع وكل شيء يباع في السوق ولذلك تعرض الفتيات عاريات في شوارع امستردام في بولندا في صناديق زجاجه وانت عندما يرمز بيرجع فالزيدان وعندما الاستعمال تبشر الاستعمال لا حق يقول لك أكونسومي أرو ألفين مليون هذه الجزء أكونسومي لا إله إلا الله هذه الحالة الجاية كذا يسمى لا إله إلا الله كذا يطالع البعض أن ينظر إلى الشواذ عندنا على أنهم أناس طبيعيون ويجب على المجتمع أن ينغلق مثل مجتمعنا كما يتهمون أن يحترم ميولاتهم الجنسية يقول إكس لا أسميه ووظف نفسي ورئيس الجمعية المغربية لمحاربة السيدة بمدينة من المدن في معرض جوابه عن سؤال وجه إليه في إحدى الجرائد الوطنية على التداعي يجيب سألوه عن قضية الشذوذ الجنسي الطب الطبيب يسمي دكتور الطبيب لأن هذه عاجزة حسنى الطبيبة اسمها تجد كلمة الشذوذ قال من الناحية العلمية من الناحية العلمية هناك ثلاثة أنواع من الشذوذ الجنسي النوع الأول هو علاقة مثلية تعويضية واضطرارية وهي التي تمارس داخل السجون أو في حالات غياب الجنس الآخر حيث تكون تعويضية كما تمارس في الداخليات بين التلاميذ والسكنات العسكرية بين الجنود فهي علاقات جنسية مثلية تعويضية أو اضطرارية هذا المعلم التعويض اضطراري أي يضطر إليه لسان تعويضي لتعويض حاجته في الجنس النوع الثاني علاقات مثلية مصلحية تمارس كعمل جنسي مثل الدعارة وتتم مقابل لقاء مادي. الجنس مقابل صحيح ماشي تعويض. النوع الثالث علاقة مثلية حقيقية. هذه حقيقية هذه ماشي اضطرارية ماشي صحيحة هذا هو الجنس. هذا يباشر ويقوم عياذا بالله بارتكاب جريمة الشذوذ مع الآخر باجتماع حقيقي. علاقات مثلية حقيقية وهي العلاقات التي يمارسها الشخص برغبته وميولاته الجنسية ويمارسها عن اقتناع هذا بالمقصد
يلتهم المسلمين والولد الذين يمارسون الشذوذ كتعويض او الذين يمارسون الشذوذ كمصلحه ان هؤلاء يمارسونها على اقتناع لا يصرف للاعراض لانها تنفر الرغبات الجنسيه وهذه العلاقه قد تختلف عن العلاقتين الاولتين فيما يخص عدم الاحساس بعقده الذنب فهذا الاخير لا يحس بعقده الذنب لانه انما يمارس ميولاته ورغباته كان يجمل رؤيته حول الظاهره في ختام الحوار بقوله المؤكد هو ان الشباب الذي يمارس علاقات جنسيه بالذات يكون مقبلا على الحياه وعلى المتع والدهن والاقرار في الذات فمثل هذه الحفلات واشير الى الحفله التي اجتمع فيها الشباب من الجنسين ليحضروا في تطوان حتى الزواج بين ذكر وذكر ولا رجل حتى العرس ضربت في تطوان هذه التي احدثت ضجه حضر مجموعه من الشباب ذكرانا واناثا للاحتفال بتزويج ذكر بنت الحرب ضربت لأنه ورد يقول أنا في المجتمع هؤلاء مصحوبة هؤلاء يحبون الحياة استمد ومقبلون على الحياة أسمعتم هؤلاء مقبلون على الحياة والمتع واللهو وإبطال الذات فمن هذه الحفلات يشير لحفلة الطوام تدخل في خصوصية الفئات لكي تستطيع التعبير عن نفسها فهو يتفهم سمحت له السلطه بالتعبير عن انفسهم وفي الظهور العلني الذي يطالبون به فاي خير اذا يرجع وراء جمع جهات غرضها هو التصدير مع الفاحشه والدفاع عن الشذوذ والعري في البحار وكل ما يؤدي الى انزلاق لسلطه الرمائض وخطبة رضوان مشكور جمعة 26 أزالت المداد الكثير من كل من قبل هؤلاء على كل رحاب لماذا يقول الخطيب رئيس مجلس العلم للدار البيضاء أن ظهور المرأة بالمريض أمام الرجال حرام سؤال هل مفتي الجدال هل مفتي الحدث يا جماعة أصحاب الجوال هل حدث ما فعل لا اله الا الله محمد رسول الله فهم يتحرجون من ادراج راي الاسلام بل يكمم افواهه في حين نجد مجرما قتالا كبوش من حسناته بوش المجرم من حسنه ومن حسنات بوش المجرم انه قال في خطابه لشعبه هذا الاسبوع عبر القنوات سأضغط من أجل إجراء تعديل دستوري بهدف حظر زواج الشباب في الولايات المتحدة مضيفا في خطاب أسبوعي إن أمتنا بعد التفكير الطويل ليس لها خيار آخر فقد اعتدى بعض القضاة أطوارهم وصاروا يصبغون الصبغة القانونية والشرعية على زواج الشباب وعلى شأنه ذلك دستوريا وليدير تغيير الدستور يمنع استبدال القضاة هذا الهامش القانوني من أجل إضافة الشرعية على هذا مش اللعين هذا ملعون هو الحل هذا مشك يوديله حال مشك هذا مشك دع دع يروح على مشك هذا مشك هذا مشك لا اله الا الله محمد رسول الله في حين نجد الرئيس الاوغندي المسيحي يوري موسيفيني
يسرح في يوم الاثنين في المؤتمر في مؤتمر منصور فرنسي، وبغدا من اكثر الدول المصابه بالزينة. قال الرئيس ليونيور الموسيقي يصرح يوم الاثنين اليوم الواحد بعد افتتاح المؤتمر الخامس عشر حول الصين، يقول اسمع هذا النصيحة، يقول ان العلاج الوحيد، انا مش مسلم الحمد لله، انا مش مسلم، ان العلاج الوحيد الذي اثبت فعاليته هو الاستئفاف بالامتناع عن المعاشره الجنسيه غير الشرعيه والالتزام بالوفاء للحياه الزوجيه. واضاف قائلا في خطاب طويل في المؤتمر، يقول ان توزيع العاجل المفترض على الناس لا يقضي على المشكله من جذورها ولكن يتحايل عليها فقط، يتحايل لكي يستمر. هذا صحيح على الذقون، انهم يتحايلون على المرضى ليزداد انتشارا ولكن يتحايل عليها فقط. وان احسن طريقه في الواجب المواجهه هي الكشف عن الاسباب العميقه. فعلا في اوغندا، في اوغندا قامت هنالك حملات منظمه لتحفيز الناس بخطوره الزنا، فعرفت هذه الحملات فعاليه كبيره بحيث هبطت نسبة المصابين بنسبة عالية لم تحدث في أي منطقة في العالم. الناس قامت بإذن الناس الزنا في الحرب. الدولة الإنجليزية الوحيدة التي أصبحت تحارب الزنا والدعارة والعلاقات غير الشرعية. الشهرام تبعد، وما يقول شهر الله وسلم. الشهرام تبعد، تقول هذه المؤمنين اللي جايين الجنة. مرارة توصل. ومع كل الذي يحدث يراد تكريم أفواه الخطباء وإنجام الأصوات الصادقة حتى لا تميز مرات الإسلام الغالبة والسباقة لعرض أصلها للأعراض وجذورها وكيفية الملتقيات منها والرد إليها عند حدوثها. إن الإسلام ينص على أن هذه الأمراض تنشأ بسبب ظهور جريمة الزنا. قال رسول الله اسمع إذا كذا من حبيب صادق المصروف. قال رسول الله في حديث ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قد خرج علينا رسول الله وقال خمس إذا أدركتموهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمسة، فالأولى قال ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها. إذا ظهر الزنا فاحشة لواط والزنا والدعارة، فاحشة هي كلام يجمع جميع المعاصي المتعلقة بالجنس، فاحشة مع البهيمة مع الحيوان مع الآدمي، لأن هنالك من يطالب بزواج الإنسان مع الجن. جنس مليون في جريدة البايس، في جريدة البايس في إسبانيا أجري استفتاء مع النساء شباب مع 500,000 وحدة، 600,000 وحدة أقرت بأنها تميل لممارسة الجنس مع كلبها. قالوا بخير حكمه مشاعر وغيرها غير مشتاق، مشاعر وغيرها غير. فقد قال رسول الله صل يا ربي على الحبيب، صل عليه، صل على السراج المنير على الطوب. قال خمس اذا ادركتموهن وجئت الى امر ذلك. بعد الصحابه اللي تعلموا به يا ربي ما تصحابه وصلنا على النار، احنا وصلنا الى حبيب يا رسول الله. الخير اصحابك ما يوصلوش لك الزنا، وصلنا على انا وصلنا على رسول الله. قال ما ظهرت الفاحشه في قوم قط حتى اعلموا بها. تنزوج ظهور الفاحشه زين والاعلان بها، اي ما معنى الاعلان بها؟ يعطاها صله قانونيه فتدخل فيه مساله طبيعيه عادي لان تظهر مزاه
والتي من قدرة تسخينها والدفاع عن طريق والنصر إلا ضررت فيهم الأوبئة والأوجاع التي لم تكن مرت في أسلافهم الذين مروا وصدق رسوله ضررت فيهم الأوجاع والأوبئة والأمراض التي لم تكن ظهرت في أسلافهم الأيدس والسيدة هو مرض ظهر سنة 1981 تنطشت عنه بالفرق سبحان الله صدقت يا رسول الله معنى هذا أن السيدة ومعنى انعدام وفقدان جهات المناعة الذي يدفع المرض ويصارع الميكروب في الجسد أي مرض جهاز مناعة المرض تجي يجي ينشف جهاز مناعة ويصارع يمو مجرد يقص أي مرض يسأل ذلك من يدافع في الجسد ويقاوم المرض الجسد بدون مناعة أي ليست له مناعة ضد الأمراض يجدر يدخل جهاز المناعة وتقول لي وين وانت لا تدافع ولا تدفع عن نفسك شيئا تولي وداخل منخبوه كأعجاز نخل خاوية لا روح فيها إذا متى يسلط الله على البشر أهدف جهاز المناعة متى إذا ظهر بفاحشة وأعلنوا بها ما معنى ظهر بفاحشة وأعلنوا بها أي هدم جهاز مناعة بجسد الأمة في الأمر ورفض ودفع المنكر فإذا رضيت الأمة وغاب فيها من يقول للمنكر هذا المنكر ورضوا بالزنا ورضوا بالمخدرات وقبلوها ولم يجد من يدفعها كسر الله تعالى جهاز المناعة في الجسد فالجزاء مثل الأعمال حينما يتكسر جهاز المناعة للأمة شنو جهاز المناعة للأمة؟ هو جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة والدعوة إلى الخير أرجو من الغرور العلم الصدفة قوت الشرع لا لا يريدون تكميم الأفواه التي تغير المنكر وهم في المقابل يدعون إلى المنكر مع تكسير آليات المدافع عن المجتمع الله يقول ولولا دفاع الناس بعضهم ببعض فسدت الأرض تفسدت فلما سدد الناس وضربوا جهاز مناعة جسد ثم يحطم حطم الله جهاز المناعة لجسد كل المصاب كل من تعاطى بهذا وتحترم يتعرض كيف يعني يتعرض كيف يمشي نفسه يمشي نفسه بالشدة الآخر بالشدة الأثنين هو يصاب يصاب اشتري الجزائرية في التلفزيون على الصلاة وتزوج قال انت ليش وصلت بالإيدز انا مجزم مجاوب الصلاة قالت انتقل الي من زوجي الذي سمع بضاعة المصاب هو اللي كان يتصرف على المسكين اعمي مسكين اعمي لعمي الزوج مصاب وباشر زوجته توقع ما وقع فوصف الجميع مسكين الجميع فلذلك اجتمع مجمع الفقه الاسلامي واصدر قرارات ملزمه ومن جملة القرارات الملزمة في الزواج أن لا يتم إبرام عقد زواج قبل عرض الزوج المستقبلي والزوجة المستقبلية على الطبيب لتحليل الدم فإذا وجد أحدهما مصابا وملوث الدم يبقى الاختيار للطرف الآخر إما أن يعقد وإما أن يلغي هذه الزيجة قبل وقوعها الله يا خطا يكرر
تسكن عليه غرام في جسم ديالي عندك شحن هو اللي يحس بالغرام تاع الاخر جرب انا اللي نحس بالغرام ديال بوحدي والسريه ديال بوحدي والفراشيطه تاع السريه ديال بوحدي واش هذا التعقيد هذا خصنا نضرب 21 يوم جدار 27 سريه و20 غرفه و20 فرصه و20 كومبيوتر و20 يا رب العاصمة مع الفقر يا رب العالمين ومن يجي واحد تبيع 300 ريال هذه الدنيا هل يجي واحد ما يصير مشي شي تا ويخدمها واللي يحس بالغرام يخليها يا رب ما تخلي حتى واحد الله قال لي لحام الغاضب بمستشفى الفراغ والمشرف على تحقن الدم إن الإحصائيات التي تعطيها الدولة والجهاز المصري حول المصابين في البلد الإنجليزي لا تعبر عن الحقيقة فالحقيقة أعظم من ذلك يتخبر أمام دولية تحت اللي يمكن أن يسلق مصاب ما تعلمش به وما تخبروش يلفها التيمم الشديد جاءني شاب سنتين قبل هذا اللقاء بعد ان عرض نفسه على الطبيب فوجدوه مصاب بالايدز قال الان ماذا افعل وماذا اعمل وما كان شكرا قال بعد تفكير عميق رضيت الجامعه تاعتي قال بعد تفكير عميق جئت واستشيرك في امر قلت له قال اريد ان اذهب الى مكه لاداء العمره كنت اكتب الشجره وكذلك وقع لاحد احبابنا في بلجيكا فلما اخبروه بان القصه قد استفحلت كان اخر ما فكر فيه هو الذهاب لمكه هو الطواف وتأدية العمرة وحينما رجع بيوم لقي الله فخدمه لا إله إلا الله محمد رسول الله على أني أرى عقارب الساعة تزحف بسرعة وإني أخشى أن أطيع عليكم ولطالما أطرق عليكم فنسأل الله تعالى أن يحفظ الأمة من هذه اللعنة والمقت الرباني وأن يعيد الناس إلى عقولهم وإلى رشدهم وأن يعملوا على حفظ أعراضهم وأنسابهم وأن يقوموا جهاز مناعة المجتمع قبل أن يدخل الله جهاز المناعة بأهدافهم وصلى الله على حبيب محمد والله تعالى اعلى واعلم والحمد لله رب العالمين حمدا للمولى الكريم حمدا من السماوات والارض ومن ان بينهما ومن ما شئت من شيء بعد يا رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا اللهم إني أشهدك على منبره صلى الله عليه وسلم وأرشد حملة عرشه وملائكته والمؤمنين وجميع خلقه أنك أنت الله وأن محمدا عبدك ورسولك بذل رسالة وأدى الأمانة ونصح ما في كل شيء حتى في مرض إصابة من أجل على بعد 15 قرنا من وفاته فجزاه الله عنا خير ما جاز به نبي عن أمته ورسول عن قومه وصلى الله مثل ذلك على سائر إخوانه النبيين من قص الله علينا قصصه في القرآن ومن لم يقصص علينا من قصصه في القرآن لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أما بعد ف
فيا معشر المسلمين، إذا عرف السبب سبب ظهور مرض الإيدز، وهو انتشار الفاحشة واعتداء على أعراض الناس، فلا بد أن نصرخ مع الصارخين صرخة نذير ترفع إلى عالم السماء، يتردد صداها في الكون كله، في كل منتدى، في كل مكان، يعلنها بصراحة: الزنا حرام، ويبقى حراما إلى يوم القيامة. الزنا حرام. ما يريدون أن يقولوا كلمة حرام، يريدون دينا بغير حلال ولا حرام. الزنا حرام إلى يوم القيامة، والاعتداء على الأعراض جريمة في حق الإنسانية كلها، يهتز لها عرش الرحمن. إذا وقف الرجل وجلس بين شعب المرأة الأربع، إذا جلس رجل على شعب المرأة الأربع وهي لا تحل له، فإن عرش الرحمن يهتز، وتتججل الملائكة، وتخشى أن يصيبها عقاب من الله ينزله على الخلق. هذا عالم واحد. أما نقول سنقضي 100 دار التعب، 100 فندق للتعب، 100 مكان للتعب، 100 حمام للتعب، 100 فوش للتعب، 100 ساحة يجتمع فيها الزملاء. فهو جريمة يهتز لها عرش الرحمن، والزاني جرثومة مهلكة تقطع الأرحام وتهلك النسل وتخرب الأنساب وتعتدي على الحدود وتختلف الحرمات. لذلك فإن الإسلام لم يجد علاجا للزاني المحصن إلا بالرجل يبطل من المجتمع، يرجع حد الذات. جاءت الغامدية إلى رسول الله بعد أن جاء ماعز الأسلمي، فقالت: لقد جنيت يا رسول الله. قال: ماذا تقولين؟ قالت: لا تتعب نفسك يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ فلقد رجبت ماعز وما ارتكبت الجريمة إلا مع ما رجبت، بل إن الولد يتحرك في أحشائه. قال: ذهبت حتى تلك، جاءته بعد أن خرج للدنيا، ثم قال: اذهبي حتى تفطمي. فعادت به بعد عامين وفي يده كسرة خبز، قالت إنه يعتمد ما أمسك ويأكل، فشدت وحفرت لها حفرة ورجمت حتى ماتت. فقال فيها رسول الله: والله لقد جاءت الغامدية تنفخ لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعها. هذا هو طبيب المؤمن الذي يؤلف صاحبه، وليعلم الزاني أن النبي بشر، النبي بشر الزاني، بشره بخير. ما هو الخير الذي بشره الزاني؟ قال: بشر الزاني بخراب بيته ولو بعده. خير الزاني يجي لشي حاجه كبيره، يجي على عبيده يخدمها، وعلى زوجته يضرب الخار، وعلى ولاده يتشردون. بشر الزاني بخراب بيته ولو بعده. وبشر الزاني إذا زنى فإنه دين على كاهبه، فمن زنى زني به، فعفوا تعف لسانه. وأخذوا أحدا إلى بإجماعية كان يزني ويغتر بقوته،
فلما صفط على فراش المرض أدخلت زوجته إلى بيتها رجلا يزني وهو ينظر إليها ولم يستطع هذا الفعل. سكرات الموت مع التشفي عرفت يهديك الله يهديك الله. فلما سقط في فراشه ولم يستطع لألم الموت دفعا تشفت فيه وأدخلت إلى فراشها رجلا فقالت له هيت لك فلينظر ماذا كان يفعل. الله من كنت لا تخشى من ربك أفلا تخشى أن تموت بين فخذي زانية ألم تصلك أخبار بعض الشباب من تبوع على فخذ زانية ارتويت الزانية أية فضيحة كذا المنشر فأزاحوه عن الزاني. يا رب السلام يا رب السلام اسمعنا لما تصلي وما تحترمش زوجتك وطلي لبصرك إلى الحرام واستمع إلى الأذنة. يا من تخرجين الفراش الحلال وتمتد بصرك الى الحرام غني يا غني لننويت واهتز في قلبك احساس الميل عن الزوجه او ميل الزوجه عن زوجها فهذا عصيان عظيم هذا عصيان عظيم. بل ان بعض النساء سالني ماذا يقول الشارع إذا ضاج عن زوجي وأنا أفكر في من أحبه؟ بل إن مشاكل مجتمعنا استشرى فيه مرض ترقيع وتخليط النجار من قبل المجرمين لم يعد إعطاء الاعتبار للنجار وأصبح الطبيب بعد ثلاثة أيام من العشر يجري عملية تخييط لرجاء كامل طبعاً ثلاثة مئات نعم شريكتنا وبحس انتم ما تبردوا فقط انتم ما تبردوا انتم مفسدون انتم مفسدون تتاجرون بالأعراض وتزولون الحقائق ويلكم ثم ويلكم ثم ويلكم تحولتم من أطباء محترمين إلى خياطين مش خياطين خياطين ديال الأعراض بس ما خيطوا جعلتوا مصدر العملية الكلاوي بزاف المرارة بزاف الكفتة بزاف هالموس دمع مريض الصدر بزاف أبناء الجبن والبوكا كلهم بفروج خيطها ويلكم ثم ويلكم ثم ويلكم وطبعا تعلم منه تخيطها ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله. جاء شاب الى رسول الله قال اهلي في الزنا قال اتحبه لامك اتحبه لاختك أحبه لخالتك لبنتك لعمتك وكل مرة يجيب لا جعل الله في ذلك. ويقول لك كذلك الناس لا يحبون هذا لأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وأزواجهم. فوضع يده الشريفة على صدر الشاب فقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فشفاه الله. إلى الشاب اسمعني والشاب اسمعني والشاب أن الله يضرك في قبل يوم لا ظل إلا بالله. إذا طلبت منك المراحل فقلت إني أخاف الله رب العالمين. أرجو أن أحد إخواننا
في سؤاله قال قد أدخلت إحدى الخادمات إلى بيتي فضربت بالنبال فرفضت وانتهرتها وانتصرت على شيطان. فأنت إن شاء الله ستكون ممن يغرقك الله في الغرق، ولكن دعنا من هؤلاء الشباب لما دعوه في النساء، ولكن هنالك دعوة أخرى أشد النساء. طيب هذا اللحم الحرام المعروف سيدي إذا ما تمشيش فلقد قلت إني أخاف الله. شوف إلى أن تقول اليوم المقال هو مقال الحال وهو أبلغ من الآخر. هذا الباس يد عذر يد تغرج، هذا التبدل، هذا الخضوع في القلب، كلها نداءات تدعوك تقول لك عتاب. فإذا رفضت وتعففت فاعلم أنك إن شاء الله ممن يغضب الله بغضبه. من أسباب انتشار الشذوذ، من أسباب انتشار الأيدز والسيدة هي التعاطي المخدرات. وأغتنم هذه الفرصة في حد كلوش لأقول جزاكم الله خيرا يا من كنتم تتاجرون في المخدرات فتبتم إلى الله وأنتم بيننا في النصر. أكبر فيكم ذلك وأحذر ذلك، فأسأل الله أن يجعلكم ممن أحب الله. أنا أنظر إليكم وأراكم الآن وقد رفضتم الانسياق في طريق الضلال. كيف تجد رحمتك لابن الله والآن تخلى لك وبين بطاطا يقول لك أنا عبد وقت حلاوة الحياة هنيئا أنت وجزاكم ربكم خيرا هنيئا لكم وحفظكم الله وستكونون إن شاء الله قدوة لكي يتوب الجميع. فقد قال أحدهم إنني لم أجد وقت حلاوة التوبة سأسخر حياتي لكي أدعو جميع هؤلاء حتى يتركوا المجاهرات في المحاضرة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك وحفظ أمركم. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم لا تفضحنا على الأرض ولا تفضحنا تحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض ولا تطردنا يوم العطش الأكبر عن الحمر. اللهم طهر قلوبنا من النساء وطهر أعمالنا من الرياء وطهر أقوالنا من الحرام وطهر ألسنتنا من الكذب وطهر أعيننا من الخيانة. اللهم لا تحرقنا من الجهل، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم ارحم آباءنا، وارحم أجدادنا، وارحم جميع أموات المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم سيدي ومولاي انصر المجاهدين في فلسطين وفي العراق، اللهم انصرهم نصرا معززا، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وانصر لهم ولا تكفر عليهم. اللهم كما نصرتهم في الجانب القانوني فأصدرت أحكام الله عدم شرعية الجدار وبالتالي عدم شرعية الاحتلال وشرعية المقاومة فانصرهم في الواقع وحقق لهم النصر العملي. اللهم كما نصرتهم قانونا فانصرهم واقعا وفعلا. اللهم انصر المجاهدين في العراق، انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم شدد شد الصهاينة الملاعين والجنود أمريكا الطغاة الظالمين وجند جميع الحلفاء المعتدين بالنفع على كل شد قديم وبالإجابة جديد. محمد السادس أمير المؤمنين، اللهم أرِ الحق حقا وارزقه اتباعه
وهذه الناقلة ناقلة يوفقه السلامة. اللهم وفقه للعمل الصالح، ووفقه لصالح العمل، وأجده ببطانة من المؤمنين الذين يخافون الله ليعينوه على تحمل أمر هذه الفئة الأمة لرسول الله. هذا الأخ الذي كان يشهد معنا صلاة الجمعة والذي توفاه الله تعالى، اللهم إنا نستودعك رحمة، اللهم إنا نستودعه رحمة، اللهم جل من بيننا في هذه الجمعة الأخيرة، واستغفرت بجواره، وقد خلف الدنيا وراء الله، وابتغى فيما عندك من واسع الإكرام، وعاشرنا وعاشرناه لهذا المسجد، فاللهم إنا نسألك أن تتقبل حسناته وأن تتجاوز عن سيئاته، اجعل فضله ووصله رياض الجنة. اللهم أنشفنا به مؤمنين موحدين لا مبدلين ولا مبدلين، اللهم كما كان بيننا، اللهم إن كانت لنا من شفاعة أحياء الأموات في أحد فها نحن نسألك الشفاعة، اللهم شفعنا فيه، اللهم شفع هؤلاء المصلين، اللهم اقبل شفاعتهم وارحم جميع اموات المسلمين. هذا الاخ المقبل على الزواج مع هذه الاختي اللتان او اللتان اعرفهما، نعرف الاخت ونعرف الاخ، وسيعقدان قرانهما هذه الليله، اسال الله تعالى لاختنا ان يبارك لها في زوجها وان يبارك لزوجها فيه وان يجمع بينهما في خير. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعل هذا الأخ زوجا لها في الدنيا وفي الجنة، وأن تجعلها زوجته في الدنيا وفي الجنة. اللهم أجل بينهما وألف بين قلبيهما واحفظهما من بين يديهما ومن خلفهما وعن يمينهما وعن شمائلهما ومن فوقهما، ونعوذ بك أن يغتاب من تحت قدميهما. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، ونعرف الأخت ونعرف الأخ، وسيعقدان قرانهما هذه الليلة، أسأل الله تعالى لأختنا أن يبارك لها في زوجها وأن يبارك لزوجها فيه وأن يجمع بينهما في خير. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعل هذا الأخ زوجا لها في الدنيا وفي الجنة، وأن تجعلها زوجته في الدنيا وفي الجنة. اللهم أهدِ بينهما وألف بين قلبيهما واحفظهما من بين يديهما ومن خلفهما وعن يمينهما وعن شمائلهما ومن فوقهما، ونعوذ بك أن يغتاب من تحت قدميهما. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفروا الله يغفركم، واشكروه يزدكم، واذكروه يذكركم، فإن ذكر الله تعالى طمأنينة بالقلب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.